شو اسمه؟ باق. صح فنان. باق يعني كيس. شوفها. شوف. شوف. يا بطل. بطل. أشرب حليب إبل. حي والله الرأس. أبوي دائما يقول أشرب أشرب عشان تطلع العيال بكرة. والله. أي والله. لعب فيني ببطني ويلا تطلع العيال. يلا بطل. كل يوم يطرحون. وأنت تطرح نفسك. أي والله. حلوة. نسوي حلبة مصارعة. يلا مشينا. في الحفرة ذيك. يلا مشينا يلا. وإذا فزت. وإذا فزت لك 50 نقطة. يلا. تعال يا نوف منصور حكم. يلا يلا. تعال. شوف. ترى إذا فزت بخسرك وبدخلك الصندوق الأسود. اليوم اليوم التاريخي المقدم رشيد يتنازل عن التقديم ويصبح متسابق مع عز الأسلمي عز ورشيد رشيد بسلاحه حليب الخلفات. حي والله بلع. يلا لا لا يبدأ على حكم لا يبدأ تقلطم تقلطم دقيقة تلطم أنت مرسم الحين تصارع أنت مرسم 3 2 يلا اوخر انا ايوه 3 2 1 يلا صافقوا اي شل بالرجال اخبطه اصبر اصبر ها ها فك فك استسلم يا رشيد فك فك وفك فك وفك اعطاك واحده اصبر اصبر ما فيلم هندي فيلم هندي عرفت اوه ايوه اي ايوه يلا يلا دور سوي هذه ضربة قاسية الحكم وين يا حكم في اللي فاز يا حكم ما في احد يفرع خلكم لين بكرة بس خلاص انا اللي فاز انا اللي فاز شوف نلعب لعبة ثانية ها مكاسر مكاسر اي اللي يكسب الثاني هو الفايز يلا يلا واحد اثنين ثلاثة يلا اجلس اصبر شد ايدك اقلب الصواعد يلا شد حيلك يلا 3 2 1 اكشن اوه فاز 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 رشيد يو يو حسه والله ما بيعطي قوتي قدامه ها والله ما بيعطي قوتي ما بيعطي انت اكسرني صح اي والله يلا شوف خاف اكسر على رشيد لا لا اسكت اسكت تملحه لا يا رجال اذا طبخت تغدي اي والله تغدي نعلبه والله لي وفق يعني يعني تقيمنا بدون نفس لا لا ابا عليك يا شو على بالي يلا يا شباب كم باقي يا عزوز كويس 24 دقيقه يمديهم يعني هات هات غير هات يلا يا شباب يلا عبد العزيز واضح انك طفشان واضح ها وشو؟ عبد سلطان سلطان هلا حبيبي يا ابو رشيد عبد العزيز انا قلت انك انت انا دام مخلفني عبد العزيز اللي عنده مخلفني عزوز هناك عزوز هنا عزوز هناك نشمتين نشمتين اي والله تدري باسمي؟ يا مرحبا حي الوجه ما هب انت عزوز اللي باسمي ايه يعطيك العافيه يا مرحبا بطاحين واضح انك طفشان من لا والله بالعكس امانه لا والله وجودك يعني يضفي السعاده في المكان الله يرحم والديك وفي في المنتجع كله الله يرحم والديك اللي ما يحب صدق ما سماك النجم المميز اللي ما يحب رشيد طاحوس عنده مشكله الله يطول عمرك شباب اعطوا 100 نقطه بالله عليكم انا والله مستحمل المدح الزايد اعطوا 100 نقطه كفو يا كفو الكلام الحلو دائما يجيب راسي اي والله يا انت تشتغل انت ايش قاعد تسوي هنا انت ما تشتغل ريال اللي يشتغل بس اعطس وراك يا ولد ولد قل كذا وين اداب العطس قل كذا بيديك ولد عطس ترى اقسم ايش في هذا لا هذه في فرط حركه لا مو الصرخه ذي هذه اللي اوبريت حق الحفل الكتان ايش يعني يعني صرخه الايطاليه ذي شو اسمها نفس الفنون ذي انا والله قد شكيت ايه لان ترى لا 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 ماشي قد شكيت انك مريض اليوم اليوم ضارب لك وادي يا صح يا اخوي شفت انت رحت العلا وصلت وعودت يا اخوي صل على النبي انت شفت الفن الايطالي ايه الايطالي الفن الايطالي ايه صح صح يا الربع هالري انا مختفي انا مختفي ايه انا مختفي تبي اعجن وجهك ف جمهور العزيز لا احد يلومهم قلت لهم اخر البرنامج ولا يبون بعض يا اخوي اسمع اهرج كان سم سم الزبده يا طويل العمر هذا من الفنون الايطاليه اللي هي الاوبريت ما ادري ايش اسمها زين نزل دي خايف منها اي والله خايف خايف منها اي والله
اعلمك ميا العقاله ولا الطحوش ميا العقاله ولا الطحوش ما جمع الالف والميه ميا العقاله ولا تسج نسيت البيز والله الله نسيت والله معليش ولد احنا ما اعطينا بهارات على الدجاج الو السلام عليكم زهور حط بهارات اهلين اختي زهور كيف حالك تمام الحمد لله ترى الصوت يشوش اللي عندي البيز يا عيال اختي زهور كلمة توجهينها للشباب ايش فيك تلعب؟ وين؟ عاد هم يشيلونك الشباب على ظهرهم عاد يشيلون الشباب على ظهرهم؟ ايه خلهم يشيلونك يشيلوني انا؟ ايه تبينهم يشيلوني؟ ايه اصبروا خلونا نفهم الاتصال ايوه